اوكي يا جماعة، اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا راح نلعب الروس ضد المنغولز، راح نكون احنا المنغولز 2-1. اصعب اشي هاردست، اصعب اشي اخترت ماب اللي هي شوي كبيرة او كبرنا الباب تقنيا ل9-8 لاعبين، ولكن راح نكون 3 لاعبين. طبعا راح نلعب ضد الاي اي اليوم، ومن ناحية الموارد خليتها اعلى اشي، من ناحية الموارد خليتها اعلى اشي. فهات نبلش نشتغل ونشوف شو نساوي عندنا هون. احنا بدنا نبلش نشتغل على موضوع الاكل، كمان موضوع الانتاج، موضوع انتاج الجنود، موضوع انتاج الجنود بدنا نحطهم هون. ممكن نصنع عمال. طب احنا هون عندنا كميه، يعني كميه عمال اللي بدنا اياها كبيره. بدي ابلش انتقل للعصر اللي بعده بسرعه، وانا على اساس ينتج اكل. الوقت هذا انا بدي اشتغل اكثر على موضوع البنى، واني اطور نفسي واطور الجيش، لانه عندك كميه اكل وذهب، يعني كميه كبيره، ف مش راح تكون مشكله. هذا لا يعني انه نهمل ذاك الشغله. اما كمان في غلطه صارت معي او بتصير معي كثير مرات، اني ببنيش كفايه اماكن لانتاج ال لانتاج جنود. فشو بصير لما يصير حرب واخسر جنود؟ ببساطة أنا بقدرش أعوض كمية الجنود اللي خسرتها هاي. فاللي بدي أعمله إني بدي أبني كثير أماكن لبناء الجنود. هون قاعد بنتقل للعصر اللي بعده. وضعنا كمان هون، نعمل كمان هون، وهاي ايكونوميك اند تكنولوجي. اوكي تمام، صنع كمان جنود، كمان رياله. احنا ضد يعني جيشين راح نكون، ف بدنا نحرك حالنا بسرعه شوي. ممكن نعمل هاي هون عشان تعمل اكل. هي ممتاز، روعه. العاطل بهذا القوم، هذا هاي الحضارة ما بتقدر تحوط حالك، يعني ما بتقدر تحط حواليك مثلا دفاعات، اذا مش غلطان، اذا متذكر صح. على فكرة اللعبة هاي بعد ما عملت لها ابديت، يعني هذا اخر اصدار من اللعبة. بس الحلو انك انت هون عندك 200%، مش هاش تعمل بيوت، انت من اولها عندك 200%. ممتاز، ممكن ننتقل للعصر اللي بعده مباشرة، بس ما نضيعش الوقت. هنا بنعمل خرفان، هنا جنود، هنا جنود. اوكي هذول بلشوا يشتغلوا على الاكل الاخوان، مش مشكلة. نعمل هذا طعون الرماح، الاسهم متأسهم، طول الرماح. يلا بننتقل للعصر اللي بعده، نشد حالنا شوي. بلشنا نعمل شوية دفاعات هون في حالة هجموا، بس الأهم حاليا إن يكون عندنا كمية جنود تغطي مساحة هاي. كم مرة هذا، وهي حضارة اللي ما فيش فيها دفاعات، ما بقدر أعمل فيها دفاعات، يعني ما فيها إني أعمل هنا مثلا جدار. حلو أكثر من هيك إنه عندنا هنا كمية سمك غير محدودة، عندنا بركة مي اللي بنقدر نستعملها هون. هاي شغلة كثير منيحة صراحة. هذا لا يعني نهمل طبعا الذهب والاكل وهاي الشغلات. شوف بس الذهب، اعمل ابجريد. احنا عملنا هاي، شو هاي الاساس؟ لا هاي اللي شو اسمه للستون، بس هاي للستون. بدنا كمان للحطب. ممتاز، ظل جاهزة، ظل جاهزة. ايه نعمل كمان هون دفاعات، نحاول نوزعهن. اوكي نحط هاي هون، منه للحطب ومنه كمان للذهب. في افكر كمان ذهب هون بالمنطقة، هسا بنشوف شو بنساوي. والله انتو عالصيد، صيد. واحد اثنين، هات نطلع اخرى واحد حتى يصل على هيك، كل النقاط تكون محجوزة يعني. ممتاز، هاي كمان حطها هون على اساس نعمل
وين نحط هاي؟ هات نحطها هاد هون. بدنا نروح على العصر اللي بعده. وين ممكن نحطها؟ بدنا نروح كمان على الحطب. ذهب. عنا حطب لأنه أول آخر بده يخلص، مش راح يضلوا غير محدود يعني. هات سمك هذا، شو بدنا فيه؟ بل يشتغل هون. حلو، ممتاز. نعمل أبجريد كمان. طيب شو صار عنا هون؟ هيا كمان هون هاي نعملها أبجريد. عن هون حاول نغطي هاي المنطقة انه يكون يعني المكشوفة قدر الامكان لنا، اذا حاجهم باي منطقة ونكشفها ونعرف انه في عنا هون. طبعا احنا هون جنود بدنا نحركهم، مش راح يضلوا متخبيين هون. اوبا بلشوا يتطوروا هني كمان، ودورنا احنا نتطور كمان. صرنا 109 من 200 والله بسرعة. هات نعمل هاي تاعت العبادة هاي على اساس نطلع. هات نعمل هون تحديثات. أول مرة الاشي الوحيد اللي بخوف هون هو موضوع انه يعني ما فيش عندي دفاعات هون، يعني الدفاعات الوحيدة اللي بقدر اعملها هون هي اني بقدر اعمل هاي الدفاعات، نقاط الدفاع هاي بس. الاشي مش افضل اشي. بدي هبل على الذهب بس بساعة الاكل بس ما ننقطع من الاكل، لانه اول عاخر الاكل بده يخلص. نعمل هاي للتحديثات. كل واحد هيك يقدر يبني بدون ما يخاف عنده نقص في الاكل وهي الشغلات. الماركت في حال تحتاجنا. ثم انتاج العمال. كفو. نعمل اخرى. عندنا هون هات نحط هون. وزعهم. صار معنا ننتقل للعصر اللي بعده بعد ما نحاول ننتقل. الأكل ما في عنا هذول هون، ممتاز. بس إنه أساس ما ننقطع، بدنا كفاية ناس تشتغل على الذهب ال هاي والأكل. هون كمية قرفان منيح. نعملها هون على اساس نسكر هاي المنطقة هاي. طيب شو في هون؟ هات نعمل ابجريد بالوقت هون. ابجريد هاي ابجريد. ها اخر شوي منتقل للعصر اللي بعده احنا. بيخلص هاي ثواني وبيخلص. بعدنا ما وصلناش ال 200. وصلنا 200 من 200. طيب بس احنا نعمل هون كمان دفاعات. كل مرة هون نقدرش نعمل جدار او اشي يعني يدافع. هذا الاشي الوحيد اللي بنقدر نعمله صراحة. ميدونيك اتلقوا بارد اصغصو
اوكي نضرب الوقت لو نعمل ترقية. اوكي البلاك سميث هاي سويناها. اوفا انا كفاية هات نعمل كل الابجريدز اللازمة. قاموا عنا مليان. احنا كل عنا 28 30 شو اسمه 30 عامل بس الباقي كلهم جنود. احنا عنا كمية جنود كبيرة. اوكي هلا خلينا هلا بقريب وعنا نقص مودي على الحطب مودي على الحطب. از إيه بدنا نعمل هاي؟ لا ماركت عملنا بدنا نعمل هاي. كرا عملت هاي هاي عملت هاي. أوبا. روح مجنود هون. اوبا يعني صار نزوح يعني هبوط مش طبيعي. حاول نعوض هاي الجنود اللي خسرناها. فيش عنا اخرى جنود دول. واو خسرناهم هيك. خايفين ليش لازم يكون في عندك دفاعات؟ هلا هسا راح يكبوا عليهم ببساطة. هذا يكبوا عليهم ببساطة. ليش هيكب عليهم ببساطة؟ لأنه ما فيش جنود تدافع عنهم. أبي أنا راح نوصل بابا. يبدو أن اختيارنا ما كانش موفق بدون دفاع. سيء. اللي بدنا نعمله بدنا نعمل كمان بس نصنع كمان جنود. تعالوا باي باي. عارف شو أصلاً كيف صمدت لهاي المرحلة؟ صرنا حوالي 100 جندي بالراحة أكثر يمكن. أوكي اشي اخرى ابصر لحد اخضر اصلا. اوكي وضعنا مش افضل اشي. هذول هذول بدي لو يسمعوا كمية كبيرة من هنا.
تعاون مع الإنتاج. هيك بصير لما في ما في عندك حماية، ما في عندك حماية هيك بصير. يعني لو كان عندي سور على الأقل بقدر أدافع عن نفسي شوي. الدنيا كلها ما فيش عندنا جنود. اوكي جماعة تعال نسحب باحترافية، نسحب باحترافية نخسرنا ثانية، نخسرنا خلينا نسحب باحترافية وخلينا نرجع بشعب ثاني. راح اخذ نفس الخريطة لكن راح اخذ شعب ثاني غير هذا الشعب اللي بيقدر يعطي زي دفاعات، تمام؟ لانه هون احنا تبهدلنا ما يعني فيش عندنا جنود اصلا يعني، فهات نوقف هون ناخذ شعب ثاني ونجرب نعمل صور هاي المرة ونحاول هيك نقاتل بشكل محترم اكثر شوي.